في رواق ابن خلدون احد المنابر الثقافيه، واحنا عندنا شعار منبر من لا منبر له، اللي ما بيلاقيش حته يتكلم فيها بيتكلم عندنا. وناس كتيره بتستغرب من القضايا اللي احنا عمالين نناقشها، بيقولوا ده هيفتح عليكم النار، ده مش عارف مش الناس مش هيسيبوكم في حالكم. طب ما احنا كده، احنا اصلا سكريفايسنج. وكنت بشرحها لابني امبارح، يقول لي يعني ايه سكريفايسنج يا بابا؟ قلت له يعني الايثار، انك تفضل غيرك عليك. قال لي في حد بيعمل كده؟ قلت له في حد بيعمل كده، ما يكون حد مؤمن بقضيه يدافع عن القضيه دي بغض النظر عن من يعتنق هذه القضيه، وبغض النظر عن هو موافق عليها اصلا او لا. يعني انا ممكن اروج لفكره او اساعد حد ان يطرح فكره حتى لو انا مش من انصار هذه الفكره، ولكن يكون من حقي بعد كده ان ارد عليها وكده. فمركز ابن خلدون بيتصدى دايما القضايا الشائكه او الساخنه، واحد المعارك المهمه لمركز ابن خلدون هي الاقليات، مش الاقليات في مصر فقط، كانت في العالم العربي. وكان دكتور سعد الدين ابراهيم عمل موسوعه، وحتى اسمها كده موسوعه الاقليات في الوطن العربي، وكان تقريبا اول كتاب موسوعي يناقش القضيه دي. واعتقد مش عايز اصادر على الفكره يعني، لكن اعتقد كانت احد ابرز الافكار اللي نشا عليها مركز ابن خلدون سنه 88 لما تاسس في 88. فكره الاقليات الدينيه، وفي اقليات عرقيه بالمناسبه، كنت هعزم ناس النهارده من الامازيغ وناس من النوبه مش عارف ايه، فجرجس صديقي طبعا شاطر قوي قال لي لا احنا الاقليات الدينيه، الاقليات الاثنيه والعرقيه نخليها مره تانية. فحاجه مهمه النهارده مركزين على الاقليات الدينيه عشان نبقى واضحين، يعني ليه ما جبناش الاقليات التانية؟ الاقليات التانية هتيجي وليها موضوعاتها يعني. فحكايه الامازيغ او حكايه النوبه او بدو سينا او بدو مش عارف مطروح، حاجات دي يعني في الاثنيه او العرقيه ده موضوع تاني. احنا الاقليات الدينيه، الاستاذ جرجس بشرى صادق بقى، عشان لان الكتاب اسم المؤلف ثلاثي كده. الكتاب ده يا جماعه شوف يعني حتى غلافه يعني تلاقي قلبك وجعك، يعني مش عارف انا عشان بكتب شعر فتلاقي واحد بالالوان بتاثر فيه. شايفين يعني الاقليات الدينيه في مصر تحت الحصار، ده 2008، عشان ناس كتيره بتتهمنا ان احنا ما اتكلمناش الا بعد الثوره. لا تعالوا شوفوا احنا بنتكلم قبل الثوره وقبل اي حاجه تانية. يعني اول كتاب عملته كان اسمه اولويات الاصلاح في مصر على لجنه السياسات في 2002، عمال يقول لك الاصلاح الاقتصادي، وادي نسبه النمو في مصر 7%، يجي في الاخر الفقراء ما استفادوش منها. هي نسبه النمو ولا نسبه التنميه؟ هي التنميه دي بتروح لمين؟ انا صاحب الفلوس الغني اللي بغنى اكتر، والفقير ما بيوصلوش معدل النمو. فالاصلاح الاقتصادي مش هو الاولويه، وكنت قلت لا الاصلاح السياسي هو الاساس. وناقشت 7 قضايا، منها حريه واستقلال المجتمع المدني، حريه واستقلال الاحزاب السياسيه، حريه واستقلال الاعلام، قضايا مهمه جدا، كفاح المراه المصريه طوال القرن اللي فات كله. 7 قضايا في كتاب صدر في 2005، يعني في مارس 2005. يعني عايز الناس ما كانت بتتكلم عن قضايا الاصلاح، فالاصلاح السياسي كان نفس موضوع الاقليات. موضوع الاقليات من القضايا الشائكه اللي بتخلي الناس كلها يعني شايفينه اهو، عشان ناخد نسخه على اهداء الاستاذ جرجس فرحان بيها. كتاب مهم جدا، عامله ملخص اللي مخدوش هديهوله، واللي عنده ايميل هبعتهوله، ونشره في الحوار المدني، موقع مهم جدا. انا نشر فيه 140 مقاله، قرائي 450,000، تصدقوا حاجه غريبه يعني. ف والله دكتور حوار متمدن بكتب فيه من 22/8/2010، 140 مقاله تقريبا، طلعت منهم 5 كتب. كان اخر كتاب شاهد على 25 يناير، وقعدت اتهاجم، يا ثوره ولا مش ثوره، تعالوا اقروا واحكموا بقى. انا قايل شاهد على 25، كنت مشارك. كان يوم 3، يوم 25 يناير كان يوم 3، وانا جاي من ميدان التحرير عشان اجي هنا مركز ابن خلدون، اتحجزت عند الجامعه الامريكيه ما قدرتش اجي يوم، يعني عشان بقى كنا مشاركين. كان ساعتها مكس قوم لحقوق الانسان عامل مؤتمر يومين، 25 و26 فندق كونراد، جاي من كونراد عشان اجي ابن خلدون يوم الثلاث، ما عرفتش اجي. شفنا الاحداث من اولها يعني. موضوع الاقليات الدينيه في مصر تحت الحصار، استاذ جرجس بشرى بشجاعه فائقه بالقاف يعني اشار للقضيه دي. هقرا الملخص، هم دول بالظبط. انا في الاذاعه والتلفزيون برامج الصفحه بتاخد 3 دقائق، دول اقل من صفحتين يعني اقل من 6 دقائق. لا لكم ملخص، وهنبدا على طول التعقيبات. الاستاذ جرجس هيتكلم، والدكتور سعد لان القس رفعت هيتكلم بعدينا. في الطريق الوقت جاي من الميعاد، وكنت عايز ابعته عربيه الدكتور سعد، الدكتور احمد راسم النفيس عشان يتكلم عن الشيعه، باحث متخصص. الدكتور رؤوف هندي لسه متصل بيا حالا في الغردقه، هيجي يوم مخصوص عشان الموضوع دوت. الاستاذه ماجده هارون رئيس الجاليه اليهوديه في الخارج، فما ردتش عليا، برضه هنجيبها مره ثانيه. احنا مش بننسى حد يعني، حد يقول لي احنا مش موجودين، في ناس ناقصه، في باحثين. المفروض حمدي البصير جاي، لان في تقرير الاقليات بتاع الوطن العربي 2015 تحت الطابع، فين الاستاذه
برينتر هي موجوده صح بتطبعه. حمدي جاي في السكه برضو اللي هو محرر تقرير الاقليات الدينيه هيعقب برضو علينا. معنا الدكتور رياض فارس عامل دكتوراه في الاقليات وهنا واخد مركز ابن خلدون كمرجع لينا. استاذ دكتور سمير فاضل استاذ التاريخ الحديث، الدكتور حسن عيسى، الدكتور مصطفى، الدكتور فرحاتي، الدكتور حمدي الحناوي الف سلامه عليك يا دكتور. هيعقب المهندس محمد الشناوي، يعني في تعقيبات مهمه جدا هنسمعها بس بعد اذنك هتديني فرصه 5 دقايق واحسبه على الساعه لان انا متعلم ان الصفحه اخدها في 3 دقايق فدول اقل من صفحتين انا اقل من 6 دقايق. اقرا لكم الملخص: كتاب الاقليات الدينيه في مصر تحت الحصار، تاليف جرجس بشرى صادق، تاريخ الاصدار 2008. يرصد الكاتب بشكل موثق ومبسط اوضاع الاقليات الدينيه في مصر ومطالبهم وما يتعرضون له من اضطهاد رسمي وقمع ممنهج من الحكومات المتتاليه استنادا الى هويتهم الدينيه، خاصه فيما يتعلق بالاقليات الدينيه القبطيه والبهائيه والشيعيه واليهوديه ايضا. يتكون الكتاب من 4 فصول على النحو التالي: الفصل الاول، هل هناك مخططات خارجيه لتقسيم مصر؟ دي دايما التابو اللي بيقولوه، يعني دق الكاتب ناقوس الخطر لوجود مخططات تستهدف تقسيم مصر وبلدان العالم العربي والإسلامي على أساس طائفي وعرقي وديني بإثارة النعرات الطائفية والمذهبية. وكشف الكاتب عن وثيقة قام بتسريبها كاتب صحفي إسرائيلي معادي للصهيونية العالمية يدعى إسرائيل شاحاك. كشفت الوثيقة التي اعتمدتها الحكومة الإسرائيلية كورقة عمل عن مخطط إسرائيل لتقسيم المنطقة وتفتيت مصر وسوريا والعراق وليبيا ولبنان. خلي بالك الكلام ده في 2008 كاتبه جرجس، وشبه الجزيرة العربية اللي دوليات على أساس مذهبي. أفردت الوثيقة المسربة مساحة كبيرة عن مصر قائلة إن تفتيت مصر وتقسيمها إلى دويلات هو الهدف الأول لإسرائيل على المدى القريب والبعيد، وأن إسرائيل ستستخدم التفرقة بين المسلمين والمسيحيين كأداة لإحداث هذا المخطط على الأرض، مشيرة إلى أن الدول مثل ليبيا والعراق ولبنان والسودان لن يكون لها وجود في صورتها الحالية في المستقبل، وأن استعادة شبه جزيرة سيناء سيكون هدفا إسرائيلي أساسيا لإسرائيل مستقبلا، خاصة وأن المصريين لن يلتزموا بمعاهدة السلام وسيعودون للارتماء في حضن العالم العربي. ينفي الكاتب شبهة ما تردد عن مطالب للأقباط بتكوين دويلة قبطية في الجنوب وبحث الحكومة المصرية، ويحث الحكومة المصرية على معالجة أسباب الاحتقان كي لا يستخدم من القوى المعادية لمصر في تمرير مخطط التقسيم والتفتيت. ده الفصل الأول. الفصل الثاني، هل هناك أقليات دينية في مصر؟ سؤال مهم، ولماذا لا تعترف بها الحكومة المصرية؟ يرصد الكاتب في هذا الفصل تعريف مصطلح الأقليات وإثبات وجود أقليات دينية في مصر مثل الأقباط والشيعة والبهائيين واليهود وغيرهم، كما يكشف الكاتب عن أسرار عدم اعتراف الحكومة بمصطلح أقلية وتشويهه والمبررات التي تستخدمها في ذلك برغم أو بزعم أنه مصطلح رغم أنه مصطلح قانوني أممي، كما يرصد الكاتب مطالب الأقباط والشيعة والبهائيين. الفصل الثالث بيناقش المادة الثانية من الدستور اللي هي في دستور 71 وقتها وتعدلت وما زالت كما هي وانعكاساتها على أوضاع الأقليات. يرصد الكاتب في هذا الفصل إلى خطورة خلط السياسة بالدين عبر تمرير السادات للمادة الثانية من الدستور، وكيف أن السادات هو من سمح بتمرير هذه المادة لمغازلة الطائرات المتأسلمة، وهو الأمر الذي كان له بالغ الأثر على مصر ووحدتها وأوضاع الأقليات الدينية فيها. كما يرصد الكاتب انعكاسات المادة الثانية في الدستور على الأقليات الدينية في مصر خاصة الأقباط، مستندا إلى المادة الثانية عبر نصوص فقهية متطرفة لا تتوافق مع صحيح الإسلام وسماحته، كرفض شهادة القبطي وقضايا العائدين للمسيحية والتحول الديني والتبشير ورفض حضانة الأطفال لوالدتهم غير المسلمة بل وتغيير أسماءهم، وعدم تطبيق القانون في حوادث العنف الطائفي استنادا إلى نصوص متطرفة لفقهاء واللجوء لجلسات المصاطب أو جلسات العرفية. حذر الكاتب من أن هذه الممارسات تزيد من حدة الاحتقان وتثير التدخل الدولي في شؤون مصر وهو ما يرفضه الأقباط. كما يرصد الكاتب خطورة المواد أو النصوص المتطرفة التي لا تتفق مع صحيح الدين في مناهج الأزهر الشريف، مطالبا بتطهير مناهج الأزهر لكي يعود منار الإسلام الوسطي حول العالم. كما رصد الكاتب عدم وجود إرادة سياسية لحل مشاكل الأقليات وقمع المعارضين المطالبين بحقوق الأقليات أمثال الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون دراسات الإنمائية. الفصل الرابع، خيارات لحل مشاكل الأقليات، وطرح المشكلة وحل أسبابها بيطرح الحلول من تصوراته. يعني يعرض الكاتب في هذا الفصل خيارات لحل مشاكل الأقليات أهمها تعديل المادة الثانية من الدستور،
او اضافه ماده جديده، وفعلا تم اضافه ماده جديده خاصه باتباع الديانات الاخرى ما حدث في الدستور الجديد سواء في 12 و2014 حصلت اتعدلت الماده دي. حذر الكاتب من خطوره تدويل الملف القبطي وملاحقه الحكومات المتعاقبه امام المحاكم الجنائيه الدوليه في عدم طبعا وجود حل لهذه المشكلات. حذر الكاتب من انقراض الاقليات من المنطقه مثل ما حدث على اليهود المصريين بسبب السياسات القمعية والاضطهاد الممنهج لهم، وهو ما يشكل خطورة على المنطقة بأسرها. شدد الكاتب على أن الأنظمة السابقة كانت تتبارى وتتسابق مع التيارات المتشددة من الإخوان والمتطرفين على استخدام الدين ستارا لسياساتها القمعية، في حين أنها تمارس الفساد والإفساد. ده الملخص اللي قدرت من وجهة نظر المتواضع أن نعمله، بحط نقط عريضة. ده كان في 2008. هدي جرجس فرصة يتكلم عن موضوعين، يستكمل العرض اللي انا ما قلتوش كويس، وهيكلمنا عن وضع الاقليات الدينيه بعد الثوره بقى 25 يناير 2011. يعني هو ده كان في 2008 و9 وقبلها وبعد. هل في 2011 حصل تغيير؟ استاذ جرجس برحب بيك وبوجودك وبشكرك على اهدائك الكتاب ليا، واتمنى بقى يعني يا ريت تناقش النقطتين دول. اولا تكمل لنا استعراض للكتاب وتشرح لنا وجهه نظرك، هل تغير وضع الاقباط بعد 2011 ولا لا؟ اتفضل. اولا انا برحب بيكم وبشكر الاستاذ حسن الشامي وبشكر الدكتور سعد الدين ابراهيم. طبعا مركز ابن خلدون كان من المراكز المهمه جدا لمناقشه قضايا الاقليات، وقضايا الاقليات يعني في التسعينات والثمانينات كانت من القضايا الشائكه، واللي كان بيتكلم في هذه القضايا المهمه كان بيقابل بقمع ومعارضة شديدة